بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه جيده واحسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوفوا القناه اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه. واي اراء واي كومنتات اصحابي هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين اصحابي اليوم مسوين وصفه مميزه، وهي ايس كريم المانجو. الجو حر، ايس كريم طبيعي بمواد طبيعيه في الخلاط بدون كريمه، شهي ولذيذ وصحي جدا، وهتعمليه في 5 دقايق ان شاء الله. لو سمحت ما تنسوش بدعم الفيديو باللايكات والشير، اتمنى لكم فرجة ممتعة للفيديو. خلونا ننتقل للمقادير وطريقة التحضير. الحين اصحابي مقادير الايس كريم، عندي نص كوب زبادي، ربع كوب عسل، واخدت حبتين مانجو، اخدت 2 قطعتهم مكعبات وخليتهم يتفرجوا في قلب الفريزر يكونوا سامعين جامدين. الحين بقى هحط كل المكونات في الاناء، مال الخلاط، الزبادي والعسل، وهحط كل المكونات. اصحابي حطيت الزبادي والعسل والمانجو في الخلاط، هبدا اضرب ضرب متقطع ونشوف النتيجه. اصحابي المانجو لسه ما اختلطش، هفضل اضرب ضرب متقطع لان انا مش عايزينها تسيح، عايزينها تندمج كل المكونات. هضرب ونرجع نشوف النتيجه. شايفين اصحابي الخليط كده اختلط اهو، احنا ما نريده يسيح اهو كده اهو مثل ما انتم شايفين. الحين هحطه بقى في علبة بلاستيك وادخله الفريزر يتجمد نص ساعة ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. اصحابي فضينا الايس كريم اهو في العلبة البلاستيكي، هغطيه بقى وادخله الفريزر لمدة نص ساعة وارجع اشوفكم في التقديم ان شاء الله. الحين اصحابي الايس كريم بعد ما اتجمد هنغرفه ونشوفكم في التقديم. وميزة العسل عن السكر انها ما بتخليش فيه كرات تلج، هتلاقوه سموزي وسلس وناعم مثل الحليب. هغرفه ونشوفكم في التقديم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اصحابي غرفنا الايس كريم وشايفين قد ايه ناعم. عايزه ارويكم العلبه اهي، شايفين قد ايه ناعم. وهذا بفعل العسل، ما تحطوش سكر، حطوا العسل ربع كوب بس، هيديكم ولا احلى ايس كريم. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسوناش في الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.